السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين صحة بخير. اليوم الأخوات غادي نطبق لكم تطبيق ديال الغسل. ديك المرة درت لكم التطبيق بالدمية كما شفتو، كنت مصيباها بالثوب. دابا درت لكم، غندير لكم التطبيق بهاد المانكا ولا سما هادي اللي كيلبسوها اللباس، المونيكات اللي كيلبسوهم اللباس في المحلات. وغندير لكم التطبيق بالماء كما ك بحال الانسان. غادي ندير لها الوضوء ونكفنها وتشوفوا الطريقه بحالاش ان شاء الله باذن الله تعالى. ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو تشوفوه وتطبقوه. الاخوات اللي بغاو يتعلموا الغسل، هذه الطريقه بسيطه وسهله ان شاء الله باذن الله تعالى. الغسل الاخوات راه ما فيه شي اشكال وما فيه شي حاجه، شي تعقيدات ولا شي حاجه. خاص الانسان بغي يغسل يقول خصو حتى ما عرفت كيفاش. راه كيما كتغسلي راسك كيما كتغسلي الميته، هي كتخصك شويه تاع الشجاعه. والشجاعه مناش كتجي؟ كتجي كي الا عرفتي الاجر ديال الغسل. حالاش كتشجعي؟ الا عرفتي الاجر ديال الغسل راك كتشجعي كما قلت لكم الاخوات، راه ما كاين شي اشكال. كما كتغسلي لراسك كما غادي تغسلي لهذيك الميته. هي الحاجه الوحيده انك تشجعي وتقدي تلامسي الجثه ديال هذيك الميته. وباش غادي تشجعي الاخوات، واحد الطريقه نقولها لكم اللي ان شاء الله باذن الله تعالى غادي تخلي كل اخت تشجع وتغسل. الا عرفتوا الاجر ديال المغسله الاخوات، راه ما شاء الله لا يعد ولا يحصى. راه ما شاء الله ديال 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 الاجر اللي كتدي معاك الا غسلتي واحد الميته ومشيتي لدارك. اولا كتعودي الى بغيتي تغسلي وبغيتي تعلمي، تسارعوا منين تسمعوا الموت كاينه في واحد البلاصه، تسارعوا توقفوا على الجنازه وتشوفوا الاخت ملي كتكون كتغسل. الا كانت من المقربين، الا كانت من الجيران، هذا كتوقفوا على الجنازه. واخا غير سخني الماء، واخا غير مدي واحد الحاجه، واخا غير هذا، قدمي يد المساعده في يدي الناس بداك الشيء اللي انت كتعرفي. الا ما كانتش المغسله متوفره، كاينه المغسله. الا ما عارفينش شي مسائل وانت كنتي عارفاهم، كتفيدي الناس بهم، كتساعدي منها، كتشجعي، كتبقاي غاديه درجه درجه كما كنقولوا. تمشي درجه درجه وغادي تولي ان شاء الله تغسلي باذن الله تعالى. ونتمنى الاخوات يديروا هاد الخطوه، وغادي ان شاء الله باذن الله تعالى يوفقكم الله ان شاء الله باذن الله. بسم الله الاخوات، غادي نبداو ان شاء الله باذن الله تعالى. منين قبل ما نبداو نغسلو كندخلو كنشوفو السيده واش دايره شي عمليه، واش دايره عندها شي خيط، واش عندها شي حاجه كتحيدها ليها. كتشوفي دايره شي حاجه في يديها بحال هاد الشكل، كيكون شي دبالاج ولا شي حاجه سمو كتحيديها. كتوجديها مسائل، كتوجدي لها الكفن كما اليوم غادي نوريكم الطريقه ديال الكفن الاخوات بحالاش كيتقطع. هانتوما الاخوات، هانتوما، ها هو هادي ملذات الاخوات، ها هو اللباس. والله العظيم يعلم الله سبحانه اني وانا كنحل دابا بحال اول مره كنحل الكفن. كل مره كنهزو كنحلو بحال هذا الشعور راه كيبقى كاين دائما. كيقول لك لا راه انت تعودتي، ولا انت ما كتخافيش، ولا انت راه كنخافو. ماشي كنخافو من شي حاجه، ماشي كنخافو من هاد الثوب، كنخافو من لقاء الله تعالى. وحنا ما دايرينش مازال شي حاجه باش نلقاو، اما حاشا لله ان نعود خايفين باش نلقاو الله. هانتوما الاخوات، كتشدي كتعبري على السيده اللي كتكون معاك، كتعبري على الميته، كتخلي هذا القياس فين غادي تعقدي، كتجيبي لك فين. هانتوما غنوريكم الطريقه دابا قد لي كتخلي. هانتوما ها العبار دابا اللي غادي قد لي كتخلي. هانتوما ها العبار دابا اللي غادي ندير، اللي غادي ندير لهاد. ابقى في بلاصتك. هانتوما ها غادي نديرو على ثلاثة. هانتوما
حنا الطريقه ملي كتكون معايا واحد الاخت راه كنعبر وكنحيدو، اما دابا حين تغب بوحدي غادي نخليه باش غادي نشد العبر. طيب بلاصتك وانا غادي ان شاء الله. ها انتم ها هو، شوف سبحان الله جا هو هذاك، ها هو على ثلاثة دابا شتو، ها انتم ها واحد ها جوج ها الثالث شتو، ها هو جا دابا على ثلاثة. طيب كاك الطبيعه كاينه فيه، هذه غادي نعطي الحنوط حيت كان نديرهم في الصاك. ها انتم غادي نعلم دابا هنا ونقطع بالمقص، هاد الطريقه راه كتكون. ها انتم غادي نعلم عاوتاني هنا ونقطع بالمقص. ابقى في بلاصتك، ابقى في بلاصتك انت. ها انتم نمشي لهنا ونقطع عاوتاني الثالث. هانتوما هانتوما هاد الكاشط وهالقفاتن وهاللباس وهاللي بغات تباها وبغات تبان وبغات، هانتوما الاخوات كما قلت لكم هاد الكاشط وهالقفاتن وها هو لباس الاخير، واخا الانسان يلبس حتى يعيا ها اشنو هو تاليها. ها انتم ملي كنخلو جوج كبارين وهذا غادي نقسم فيه خمسه، باش غادي نكمل خمسه تيكيته ديات. غندير غندير منه المئزر وندير منه الزيف ديال الخرقه ديال الشعر ولا الدره ولا كلها شنو كيقول ليها. ندير منه الشكل بحال القميص. ها انتم عندنا جوج، ها ثلاثة، ها فين غنقطع خمسة، ها هو انتم الاخوات. ها هما عندنا خمسة دابا، عندنا ثلاثة صغار وجوج كبار. هذوك الاربطه الاخوات اللي كيكونوا في 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 هنا وفي هنا، ها باش كنديروهم. راني طلعت للسطح باش نكون كاين الضوء وكاين اتساع بيد نخوي الماء باش يبان لكم. ها انتم هذوك الاربطه ها هما فين اللي غادي نعقدوا بهم، غادي نحيدوا هذا وغادي نحيدوا هذا وهذا. انا عندنا ثلاثة، عندنا هادو جوج. دروك الاخوات كما شفتوا الطريقه ديال التقطيع هي هذه، وغادي نكمل لكم ان شاء الله الغسل في الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله تعالى. نتمنى يعجبكم ان شاء الله وتعلموا منه وتستافدوا ان شاء الله باذن الله تعالى. والسلام عليكم حتى الفيديو الاخر ان شاء الله، وغادي تكون فيه التتمه ان شاء الله باذن الله تعالى تحت الغسل.